اقول لك يعني هارد لك ان انت النهارده ما قدرتش إن او لعيبتك في التلت الهجومي ما قدروش ان هم يستغلوا الفرص ويطلعوا كسبانين في ماتش كان في المتناول بالنسبه للداخليه. صح يا كابتن ميدو، انت راجل فاهم وشفت قد ايه احنا وصلنا، ولولا تألق محمد صبحي او عدم توفيق اللعيبه عندي اعتقد كنا حققنا اهداف كثيره. طبعا مع احترامنا الكبير طبعا لنادي الزمالك، بس استغلينا الطريقه اللي بيلعب بيها الراجل افضل استغلال، يعني اشتغلنا عليها بشكل كويس قوي في الملعب في التدريبات، والنهارده طبقناها بشكل كويس قوي سواء على النواحي الدفاعيه او النواحي الهجوميه. كابتن علاء، هل انت بعد يعني بين الشوطين وقول لي بكل صراحه والشكل اللي كان في عليه الشوط الاولاني، هل توقعت ان اوسوريو هيغير من اسلوب اللعب؟ اتفاجئت ان هو كمل المباراه بنفس الاسلوب؟ الكلمه دي انا قلتها للعيبه، يعني كتير ما هنستمر بنفس الطريقه، وهشوف الراجل هيغير من الطريقه بتاعته هيبقى في كلام تاني او هيستمر عليها. هو استمر على نفس الطريقه الشوط الثاني، واعتقد ان احنا يعني قدرنا ان احنا نوصل برضه المرمى. انا عملت تغيير وحيد بس بوجود ان هو مهاجم هداف مكان علي الزهري، لما اشتركت بنفس الطريقه ولعبت النهارده باربعه 2-2-2، يعني دي طريقه جديده او لعبتها على حسب اسلوب الراجل اللي بيلعب بيه. احنا عنده الاطراف فاتحين خالص، ما عندوش باك شمال وباك يمين النهارده، مع احترامي طبعا لحد سكر المسوس، لا هم سرد باكين اكثر منهم متوفر في مساحات كبيره جدا. اشتغلت بين الشوطين او الشوط الثاني بنفس الطريقه، ولقيته هو استمر بنفس الطريقه. يمكن عدلت في نهايه بس المباراه كابتن ميدو، لعبت ثلاثه بقى بدل اثنين، لعبت ثلاثه في 3-1 ويمين وشمال، وثمانيتين محمد رمضان وسمير فكري، مع نزول بقى الباك يمين وباك شمال احمد سيد عبد النادي وعبد السيد، عندهم قدرات هجوميه اكثر، تحررت اكثر، رغم ان احنا الشوط الاول وصلنا كتير قوي. صحيح. يعني وصلنا لمرمى نادي الزمالك بشكل غير عادي، والهدف اللي دخل فينا دخل نتيجه تكاسل او سذاجه من لاعبي الفريق عندي في الدفاع. كابتن علاء، يعني عايز اعرف تقييمك لصراع الهبوط، وانت يعني مدرب من المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا في المواقف دي، شايف صراع الهبوط يعني بتقيمه ازاي؟ خاصه ان في فرق كبيره حواليك، ومع كل الاحترام برضو عندهم في فرق عندها امكانيات كبيره موجوده حواليك في صراع الهبوط او مشتركين معاك في صراع الهبوط، شايف الامطار الاخيره من الدوري العام شكلها هيبقى عامل ازاي في صراع الهبوط؟ هي صعبه جدا طبعا، والكل شايف المباراه دي قد ايه صعوبتها، والفرق المتنافسه معانا يمكن برضو ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى عيب، لان انا عندي حوالي اربع مباريات من الفرق اللي معايا تحت، يعني من الخمس مباريات اللي جايين، يعني مع البنك الاهلي، مع حرس الحدود، مع الاسماعيلي، مع اسوان، دول اربع فرق انا فاضل لي خمس مباريات، والمباراه الخامسه اللي هي المقاولين. فانا شايف خلاص بقى بيدي ولا بيد عمرو، يعني انت هتلعب الفرقه دي المباراه في ست نقاط مش بثلاث نقاط، فنستعدلهم بشكل كويس. النهارده كانت مباراه صعبه طبعا مع فريق كبير زي نادي الزمالك او اسم كبير زي نادي الزمالك بينافس على الوصول للمركز الثاني او المنافسه على الدوري عشان يجد حظوظه في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. اوعى حد يفتكر ان المباراه كانت سهله، لا مباراه صعبه، ونادي الزمالك مهما كان اسم كبير وعنده لعيبه صحاب خبرات عاليه، ف يعني خلاص هنقفل الصفحه دي ونستعد للمباراه اللي جايه ان شاء الله. كابتن علاء، بتمنى لك التوفيق في المباريات القادمه، شكرا على مداخلتك معانا.